السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحسد والعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان القدر سابقه شيئا لسبقته العين، وأكثر أمتي موتا بعد قضاء الله وقدره من العين. لازم نفرق بين العين وبين الحسد، لأن في فروق كتيرة جدا بينهم الاثنين، لأن العين لا يصحبها شيطان، ولكن الحسد هو من يصحبه الشيطان. والحسد عبارة عن تمني زوال النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها عليك. ولا يأتي الحسد إلا من كاره حاقد حاسد لما أنعم الله عز وجل عليك من النعم. ولذلك لو أنت عايز أنك أنت تبطل العين والحسد، كل ما عليك أنك أنت هتمشي على البرنامج اللي أنا هذكره لك، وبإذن الرحمن جل وعلا يجعل الله عز وجل فيه الشفاء، فالشافي على الحقيقة هو الله جل وعلا. فعايزك تعرف دلوقتي إيه هي علامات الحسد، وإزاي نفرق إذا كنا إحنا أصبنا بعين ولا إحنا الحالة اللي موجودة عندنا عبارة عن حسد. ركز معايا لأن الموضوع مهم جدا. أول حاجة عايزك تعرف إن العين معرض الإنسان إن هو يصاب بيها في كل موقف من المواقف هو بيمر بيه، ومعرض أنت إنك أنت تصيب أي حد بالعين. ليه؟ لأن العين هي عبارة عن نظرة خرجت منك دون أن تذكر الله جل وعلا، فيكون القلب غافل فيها عن ذكر الله. فربما وأنت جالس في البيت كده، أو جالس داخل بيتك أو مع أبنائك، تنظر إلى شيء فتبص تلاقي إن الشيء ده وقع مرة واحدة، أو إنك أنت تنظر لحد ماشي في الشارع فتبص تلاقي إن هو اتعطر وكان هيقع ورجع تاني، وتبص الغريب إن الشخص اللي أنت نظرت له ده بيبص لك بصة غريبة وأنت كمان عينك جاية عليه. وكذلك أنت لما تيجي توقع أو تيجي إنك أنت تتعطر مثلا، أو يحصل معك موقف غريب فتبص تلاقي إن حاجة وقعت منك، فتبص لأي شخص كده، معناته إن العين رصدت العين، فدي نظرة صدرت من الشخص اللي أنت نظرت ليه، هو لم يذكر الله جل وعلا، وانت ايضا نظرت ليه انك انت يعني بتعاتب عليه لا اراديا. ازاي انك انت تنظر لشيء دون ان تذكر الله؟ فسبحان من اظهر لنا هذه الجوانب، لان عالم الغيب ده بيحصل فيه امور عجيبة جدا. ربما انك انت تشوف ان الشخص بيصيبك بالعين عادي والشيء بيوجع منك، لكن الاتهى من ذلك ان الملائكة بتخلي بينك وبين القدر اللي جاي لك ده، فالاشياء دي بتوجع منك وبتفتقدها. عشان كده يا اخي الكريم عايزك تعرف ان للحسد والعين اعراض كتيرة جدا. من ضمن الاعراض دي، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجة حديك اربع اعراض على العين. العين اولا انك انت مثلا تكون موفق في الدراسة وتكون بتذاكر كويس وبتطلع من الاوائل، فجأة تبص تلاقي نفسك ان حياتك كلها متعطلة، فما انتش عارف انك انت تحصل اي معلومات في مذاكرتك، ومش عارف انك انت تطلع زي ما كنت بتذاكر الاول، ولما تيجي تذاكر تحس ان نفسك مسدودة ومش حابب انك انت تقرأ اي شيء. دي العلامة الاولى. واذا كانت المرأة ربنا سبحانه وتعالى حباها بجمال وبشرة طيبة ناعمة، فتبص تلاقي ان بشرتها ظهر فيها حبوب شديدة قوي، وان الحبوب ديت ما تعرفش ايه اسبابها. واذا كان الشخص وفى في موضوع الارتباط، واي فتاة يجلس معها توافق عليه وتكون معجبة بيه وعايز ان هي ترتبط بيه، فجأة ان هو يروح بعد كده يحكي لاصحابه او لاصدقائه ان كل ما روح اتقدم لبنت البنت دي توافق عليا، فسبحان الله ربما انهم ما ينظرون لك نظرة غير جيدة، فتيجي بعد كده تروح لواحدة واثنين وثلاثة، تبص تلاقي ان كل الطرق متقفلة في وشك. أو لربما أن يكون زوجك علاقته جيدة معاك، فتبص تلاقي أن العلاقة اتهدمت بينك وبينه. طبعا دي من الأعراض اللي بتدل على العين، ودي أعراض يعني سبحان الله ما بتستمرش كتير، لكن هي بتسلبك النعمة في الحال، أو بتسلبك الشيء اللي أنت بتعتز بيه. وكما الحسد بقى، وهو أن الإنسان اللي بيتكلم معاك تحس بالكلام بتاعه أن هو بيصدر ليك سموم، وبيتمنى أن النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بها تزول من عندك، فتبص تلاقي ان كلامه معاك انت كنت فين وبقيت فين، انت ما بتذاكرش كويس وبتطلع من الاوائل يا اخي، انت ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك في تجارتك وفتح عليك في ارزاقك وفتح عليك بينك وبين اولادك في حياتك كلها ماشية 10 على 10 وامورك كلها كويسة، تبص تلاقي ان الواحدة مثلا تقول لك ده زوجك بيعاملك معاملة زي البرنسسات. ايوة يا ست مين قدك. او ان مثلا تقول لك واحده صاحبتك ان اولادك دايما موفقين في الدراسه، وعلى الرغم ان هم ما بيذاكروش وعلى الرغم ان هم قليلين في المذاكره بس بيطلعوا من الاوائل، وتبص تلاقي ان في كلام كده بيترمى، وتشعر انت من جواك لما تستمع للكلام ده ان الشخص اللي قدامك كانه بيتمنى زوال النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعمها عليك. لذلك فان رقيه الحسد هي كلمه الحمد لله. اما العين للأسف الشديد إن بيصحبها دايما شيطان، والشيطان ده مجرد ما الشخص يبص على النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى حباك بيها بيسكن في جسمك،
ويستحيل أن الشيطان ده يفارق جسمك فيظل في هذا الجسد، وربما أنه يتكلم على لسانك، وربما أن بعض الأشخاص يقولوا له اطلع، يقول لا أنا مش طالع، وأن الجسم ده هو أرض خصبة لي، ويستباح جسمك كأنك ملكه بالظبط. فلازم في الحالة ديت أن احنا نمشي على برنامج علاجي أنا هذكره لك. إذا أنت مشيت عليه بالطريقة الصحيحة والطريقة السليمة، مما لا شك فيه أن ربنا سبحانه وتعالى هينصرك على الشيطان بتاع العين. كل ما عليك يا أخي الكريم أن النعمة اللي سلبت منك ديت عايز أن ربنا سبحانه وتعالى يبدلك ما هو خيرا منها، أو أنك أنت ترجع أفضل مما كنت عليه، أنك أنت هتحافظ على الصلوات المفروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة يعني من أهم الأشياء والأركان في الإسلام، وهي عماد الدين. فعشان أنك أنت تحافظ على عماد الدين لازم أنك أنت تحافظ على هذه الصلوات الخمس، ولما تحافظ عليهم تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى بيزكيك، فيقول لك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الأمر الثاني أنك أنت هتكون على وضوء، ثم بعد ذلك أنك أنت تدخل الأوضة وتختلي بها بنفسك لمدة ربع ساعة بالظبط، وهتحط يدك اليسرى وفوق منها يدك اليمنى، ثم تاخد نفس عميق وتقول بسم الله أوله وآخره، حسبي الله ونعم الوكيل على كل شيطان يسكن جسدي شيطان عين، اللهم أخرجه وأذله. ثم بعد ذلك تقرأ سورة الفلق 100 مرة، ثم بعد ذلك تتعوذ بالله جل وعلا من شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وتظل أنك أنت تكرر كذلك، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ثم إذا كنت تعرف الأشخاص اللي هم عانوك، حاول أنك أنت قدر الإمكان أنك تأخذ من أثرهم، بمعنى أنك أنت مثلا تعزمهم على شيء وتأخذ بواقي الشيء ده وتحطه في مية وتصبها على رأسك من الخلف. لو أنت بتمر بأعراض العين حاول أنك أنت تمشي على البرنامج ده، ولو عندك أي برنامج بيقضي على العين والحسد يا ريت تضعه لنا في كومنت أسفل الفيديو، عشان كل متابعينا في قناة تفسير الأحلام يستفيدوا منه. لكم أطيب تحية، أنا أخوكم يوسف أحمد، دمتم في ودي في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.